مساء النور حبايبي، مرحبا بكم في فيديو جديد. نقولكم أمسية سعيدة. راح نروح مع بعض لاكتشاف هذا المكان الرائع والمميز اللي هي حديقة الحيوانات موجودة بولاية وهران. مكان رائع للتسلية وللترفيه خاصة بالأطفال طبعا، وراح تمضوا أنتو تاني معاهم وقت رائع ومميز. مكان رائع جدا ننصحكم به لو لأول مرة تزوروا ولاية وهران. ولي زارني أول مرة نقولوا ما تنسانيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. يلا أربطوا الأحزمة ونتوكلوا على الله ونصلوا ونسلموا على رسول الله. عليك الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. نقولكم فرجة ممتعة أحبابي، إلى فيديو آخر. ما تنسوناش باللايك والاشتراك حبايبي وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، والبرتاج مع الأهل والأصحاب. خليكم مع هالمقتطفات وفرجة ممتعة. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.
Thank you.